يا ناس يا عالم السلام عليكم. رحت هاي للمحافظة يحود يسوي الكتاب وانا من البصرة وايز الجريح بالحشد وحد جهال جهالي اخوي اربع ايتام وجهالي اثنين وهاي راح يحود سوال غير مغام غير مغام يقول لي انت ما يصير تحط بالزبير جي انا وين حاط يقول لي انت شلون جاي من العيانية وتحط بالزبير انا وين حاط وايك تبوع على ازالة وراح يفلسوني تعال رحم الوالد والدك تعال صور لنا بدون رحلة انا وين اروح هذا عندي هذا عندي الحمام حتى باب ما بي لا لا ابو خبيني وبينكم العباس ابو فاضل انا وين اروح انا من الحيتان وهاي الجهال تعال صورها وهاي الجهال تعال صورها هاي جهال اخوي وجهالي انا جهالي جهالي اخوي اربعه وجهالي اثنين جماعه تقول انت مو من البصره انا هاي من زمزقاتي وجريح بالحشد شلون مو من البصره شلون مو من البصره عندك مصطفى الكاظمي يقول انا بس العيد انا اشيلهم الفقراء ما اشيلهم تعال شوف هاي الثلاجه بالعباس اكل ما عندي جهالي ورايت العباس اكل ما عندي جهالي انه بالعالم تنمر علي يقول لي شلون حاط على الشارع العالم بس علي خاص البيات تعال شوف شلون بيت احرام تعال شوف اربع حوالي صور الحوالي بدني وما عندي وجريح بالحشد ومبطلين فاصليني لين انجرحت قعدت ست اشهر فاصليني وهاي انا من البصره ابن حجيت من البصره وهاي ما عملت جريح بالحشد بيني وبينك من العباس وعندي كان ما عندي والعالم تنمر علي اريد من مصطفى الكاظمي اريد يوصل صوتي المصطفى الكاظمي اريد مناشده المصطفى الكاظمي تخلصني راح يفلسوني في دور رحلك.